السلام عليكم. عودة بعد انقطاع، إن شاء الله جميعا الجميع بخير إن شاء الله. في هذه سلسلة المحاضرات إن شاء الله حنواصل استكمال كورس كلينيكال اميولوجي، طبعا بعد طول انقطاع، لكن لعله خير إن شاء الله رب العالمين. تحدثنا في السابق في الكورس على ثلاث مواضيع سابقة، أحب أذكر فيها على السريع. تحدثنا على موضوع التوليرانس، تحدثنا على موضوع الأوتو أميون ديزيز، وكذلك على الهايبر سنسيتيفيتي. إن شاء الله حنتحدث اليوم بشكل برضو في نوع من الاختصار على موضوع الانفكشن أو الهاود تو ريزيست الانفكشن، سواء كان الفيروس، بكتيريا، باراسايت، فانجس، وكذلك نتحدث عن الاميون انفيجن، كيف ممكن يحصل عملية الاميون انفيجن لهذه الباتوجينز الموجودة عندنا. اول هذه الباتوجينز في عنا الفيروس. طبعا الفيروس هو عبارة عن بلوغريتوري انتراسيلولار باراسايت، وعايزينه احنا من الهوست نتحاول تعمل عملية سلو للفيروس ريبليكيشن، وكذلك عملية اراديكيشن، يعني لابد نحاول نبطئ من عملية الريبليكيشن، وكذلك لابد يكون يحصل عندي عملية اراديكيشن. من ضمن الشغلات اللي لها علاقة في موضوع الديفنس ميكانيزم، طبعا احنا عارفين ان الديفنس ميكانيزم تتمثل في يعني خلفية على الانيت اميونيتي والادابتيف اميونيتي. من ضمن الاشياء اللي بتخرج طبعا عنا في خلال الانيت اميونيتي وكذلك خلال الادابتيف اميونيتي، اللي هو عندي انا في انترفيرونز. من ضمن المواد الانترفيرونز في انترفيرونز الفا بيخرج عندي من ليكوسايت، هم من ضمن المجموعه نمبر 1، وانترفيرون بيتا بيخرج من الفايب بلس، وكذلك في عنا انترفيرون جاما بيخرج من نيتشر كيلر سيل، وكذلك بيخرج الانترفيرون جاما من تي هيلبر سيل، هي تي هيلبر 1. ان جنرال الانترفيرونز طبعا كان انترفير فيري ويل في عمليه الديفنس ميكانيزم. من ضمن هذه الاشياء اللي ممكن تقوم فيها الانترفيرون، اول حاجه بتعمل عمليه اكتيفيشن للجاك ستات باتوي، يعني عندما ياتي الانترفيرون سواء كان الفا او بيتا ويشبك على الريسبتورز بتاعتهم في الخليه المصابه، تمام، بيحصل عمليه اكتيفيشن من خلال الجاك ستات باتوي. احنا عارفين طبعا قبل الحديث كان موجود على الجاك ستات باتوين، وهذا بيؤدي انه يحصل عندي عمليه اللي هو اكتيفيشن لانزيم اسمه 2-5 ادينيليت سينتيتيز انزيمز. هذا الانزيم بصير له سينتيسز، وبدوره هيعمل عمليه اكتيفيشن للرايبو نيوكليز الانزيم، وهذا الانزيم بيساعد في عمليه ديجريديشن للفيرال ار ان اي. هذه من ضمن الفانكشن بتاعت اللي هو انترفيرون. الشغله الثانيه طبعا انه بيحصل عندي في موضوع البروتين سينتيسز ان جنرال، احنا بنعرف انه بنحتاج ان نعمل عمليه انيشيشن للبروتين سينتيسز، وهذه الانيشيشن طبعا لابد يكون في عندي اللي هو انيشيشن فاكتورز، والانيشيشن فاكتورز لابد يحصل لها ديفوسفوريليشن على اساس تصير اكتف. بيحصل عندي هنا انه في عندنا لما بيصير هناك ارتباط بين الانترفيرون الفا وانترفيرون بيتا، تمام، هذا بيؤدي انه في الاخر يحصل عندنا عمليه سينتيس لبروتين او لكاينيز انزيم اسمه دي دبل ستراند ار ان اي ديبندنت بروتين كاينيز، وهذا بدوره بيعمل عمليه اللي هي عمليه الفوسفوريليشن للبروتينز. من ضمن البروتينز اللي بيحصل عمليه الفوسفوريليشن اللي هو انيشيشن فاكتورز، ومنام صار لها عملية فوسفوريليشن معناته هتصير عندي inactive، معناته مش هيحصل عملية بروتين سينتيسز، وهلوم مجرى بيحصل انه في عنا يصير inhibition للأسيمبلي بتاعت الفيروس بارتكلز. طبعا هنا في exceptions لبعض من الفيروسز، ومن ضمنها اللي هو hepatitis C virus كان بلوك هذه الاكتيفيتي بتاعت هذا الفيروس الموجود عنا. طبعا هنا الصورة بتوضح في السلايد الاخرى انه في عندي الانترفيرونز من شايفين الفا وبيتا، في الاخر هيحصل عندنا اللي هو عمليه السيجنال ترانزدكشن، تمام، الى ان يحصل عندنا عمليه الاكتيفيشن زي ما ذكرنا للانزيمز الار ان ايز ال، وكذلك بيحصل عندنا عمليه فوسفوريليشن من خلال الكاينيز انزيم للانجيشن فاكتورز 2 خاصه، وفي الاخر هيحصل عندي عمليه انهبيشن للبروتين سينتيسز زي ما احنا ذكرنا. ان جنرال لو طلعنا على السلايدز الموجوده عندي الان،
السيتوكانز زي ما ذكرنا مع النيتشر كيلر سيلز، سواء كان ماكروفيج، سواء كان تي هيلبر سيلز، سواء كان السيلولر اميونيتي المقصود هنا والهيومرال اميونيتي، كلهم طبعا لهم دور في عمليه الديفنس ميكانيزم ان جنرال، سواء كان تيومر نيكروسيس فاكتور الفا، سواء كان انترفيرون الفا، لهم علاقه في موضوع الاكتيفيشن للماكروفيج، لهم علاقه في قضيه اللي هو الاكسبريشن للام اتش سي كلاس 1 في هذا الموضوع. وكذلك انترلوكين 12 برضو ممكن يخرج عندي من اللي هو ماكروفيج ويعمل اكتيفيشن لادر تي سيلز زي تي هيلبر، العلاقه في موضوع الاكتيفيشن للسيتوتوكسيك سيلز. وكذلك النيتشر كيلر سيل، النيتشر كيلر سيل زي ما احنا شايفين طبعا لها علاقه في عمليه ديفنس ميكانيزم من عده اشياء، وطبعا من باب التاكيد او المراجعه نيتشر كيلر سيلز لها علاقه في موضوع الاي دي سي سي زي ما ذكرنا سابقا، انتيبادي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي، لها علاقه في موضوع برودكشن للانترفيرون جاما، والانترفيرون جاما بدورها هتعمل اكتيفيشن للماكروفيجز، وكذلك الانترفيرون جاما هيطلع ويجي عندي على خلايا اللي هي الانفكتد سيلز، هيحصل عمليه اكتيفيشن لهذه الخلايا بانها تعمل عمليه برودكشن للام اتش سي كلاس. طبعا بعد هيك طبعا هيدخل عندنا اللي هو خط الادابتف اميونيتي، والادابتف اميونيتي طبعا في زي ما احنا عارفين السيتوتوكسيك سيلز اللي هي تي سي دي 8 سيلز طبعا دي مساعده تي هيلبر 1، وكذلك الهيومر اميونيتي هتشتغل عندي في وجود انتي بودي يعمل عمليه نيوتراليزيشن للفيروس الموجود عندي. ان جنرال زي ما ذكرنا الانترفيرونس وكان الفا او بيتا قلنا من ضمن الاشياء اللي بيعملها انه بيحاول يعمل عمليه اكتيفيشن للخليه بحيث تعمل برودكشن للام اتش سي كلاس 1 موليكولز، از ويل از كمان برودكشن لسيرتن بروتينز اللي لهم علاقه في وجود البروتيوسومز. تمام، وهذا هيساعد في عمليه ايش اللي هو الديجريديشن للبروتين بتاع الفيروس، وبعد هيك يحصل عندي عمليه البرزنتيشن زي ما احنا عارفين في محاضرات سابقه. مرة أخرى بنأكد أن نيتشر كيلر سيلز طبعا إلى علاقة في موضوع الـ ADCC وكذلك في الـ Activation للماكروفيج. الكومبلمنت طبعا عارفين الكومبلمنت ممكن يربط الكومبلمنت دايركتلي على الـ Envelope بتاعت الفيروسز ويعمل عملية اللي هو الدمج للفيروس، وكذلك ممكن يحصل عندنا من خلال الأنتيبادي الكومبلمنت يشتغل في موضوع كلاسيكال باثوي فور إكزامبل. عندنا برودكشن نيوترالايزنج انتي بودي، طبعا الانتي بودي طبعا احنا مش هيدخل عند الانتي بودي في داخل الخليه يعمل عمليه نيوترالايزيشن، لا في حاله انتقال الفيروس من سيل الى اخرى تماما او ترانسبورتيشن سواء كان خلال السيرم او ما شابه ذلك هيحصل عمليه نيوترالايزيشن موستلي عندي الاي جي ام الاي جي جي عفوا، وبيعمل عمليه اللي هو بايندينج للفيروس ويعمل عمليه نيوترالايزيشن بشكل او باخر، ممكن يعمل له ابزونايزيشن تمام بحيث انه يحصل عندي عمليه ايراديكيشن ان جنرال من خلال الماكروفيج او من خلال النيوتروفيل اللي لهم ريسبتورز للاي جي جي. كذلك طبعا موضوع السبيسيفيك اميونيتي في هذا الجانب اللي هو عباره عن الاكتيفيشن للسي دي 8 سيلز، وهذا الكلام اكيد ضمن احنا عارفين ايش اللي بيحصل عندنا في عمليه الاكتيفيشن للسي دي 8 سيل من خلال كونتاكت مع الانتيجين بريزنتنج سيلز تتمثل في الدنتيك سيل ومساعده السي دي 4 تي هيلبر 1 سيلز. CD8 طبعا سايتوتوكسيك طبعا عارفين ان السايتوتوكسيك سيلز لها علاقة في موضوع الكلينج بروسيس من خلال البرزنتيشن بتاعت الانتيجين على الام اتش سي كلاس 1، وهذا هيؤدي انه يحصل عملية اللي هو ريكوجنيشن، لانه في السابق صار في عندنا ايديوكيشن للCD8 سيلز من خلال الدنتريك سيل، وهنا هيحصل عملية الاتاك. بعض الاحيان ممكن يحصل من كتر ما يحصل عندي عملية اكتيفيشن للCD8 سيلز تمام هيحصل ممكن يحصل عندي انجري بحكم طبيعه كميه السيتوكاينز اللي ممكن تخرج عندها من الخلايا الاميون سيلز سواء كان ماكروفيجز او سواء كان النيوتروفيلز في الاريا اللي صار فيها انفكشن، وهذا ممكن يؤدي انه يحصل عندنا فور اكزامبل نوع من الهيباتايتس فور اكزامبل، وهذا بيحصل في عمليه الكرونيك هيباتايتس بي فيروس، وكذلك ممكن يحصل عندنا في خلال انفكشن للسايكلو او سايتوميجالو فيروس. In general الانترلوكين 2 مع الانترفيرون جاما برضو هدول بيخرجوا عندي من تي هيلبر 1، وكانوا بصير في عندي ميوتشوال عملية اكتيفيشن. انت نيتشر كلير سيلز ممكن تعملي لي اكتيفيشن لخلايا تي هيلبر سيلز، وممكن انت يا تي هيلبر سيلز تعملي لي اكتيفيشن كمان للي هو النيتشر كلير سيلز، هنا بتأدي النيتشر كلير سيلز دورها في هذا الجانب. هنا عبارة عن تيبل نطلع عليه من باب
انه الكلام اللي ذكرناه ان هيومرال الاميونتي بتتمثل في الانتي بودي سواء كان اي جي جي اي جي ام اي جي اي، وكذلك في عندنا الكومبلمنت زي ما ذكرنا، والسلم ديث اميونتي تتمثل في الانترفيرون سيكريتد باي تي هيلبر سيل اللي هي مقصود تي هيلبر 1، وكذلك السي تي سايت توكسيك. تمام، فاساس انه يحصل عندنا عمليه اكتيفيشن سواء كان لماكروفيجز لنيتشر كيلر سيلز از ويل از نيتشر كيلر سيلز او الماكروفيج ودورها ممكن تحفز اللي هو السيتوتوكسيك سيلز وكذلك التي هيلبر 1. النقطة اللي عايز اتحدث فيها هنا في موضوع الاميون انفيجن، لابد يحصل عندنا نوع من الهروب بشكل او باخر. الهروب هنا ممكن يكون عدة اوجه له، من ضمنهم عنا اكزامبل هنا في عنا هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وهيربس سيمبلكس فيروس تايب 2. هذا الفيروس يعني في مجال يعمل عملية الهروب من باب انه بيعمل عملية برودكشن او سينتسيز لبروتين كولد اي سي بي 47، وهذا بدوره ايش بيعمل؟ بيعمل انهبيشن لمين؟ للترانسبورتر موليكول بروتين. احنا بنعرف انه في عنا لما بيحصل عملية الترانسفير للبيبتايدز بتاعت البروتينز بتاعت الباتوجين من خلال البروتيوسوم، هذه تدخل عندي البيبتايدز للاندوبلازميك ريتيكولم من خلال التاب اللي هي ترانسبورتر اسوشيتد بروتين. لما بيكون في عندي انهبيشن لهذا التاب معناته مش هيحصل انترانس للبيبتايد على الاندوبلازميك ريتيكولم، مش هيصير عندي بايندينج، مش هيصير عندي عملية البريزنتيشن. هذا شغل. الشغل الثاني كمان ممكن يحصل عندي، تمام، حاجة تانية انه السيرتين جلايكوبروتين من الهيربس سيمبلكس فيروس، تمام، هذه الجلايكوبروتين بتعمل بايندينج للسي 3 بي 1 اوف ذا فريجمنت اوف ذا كومبلمنت، وبيحصل عملية انهبيشن للكلاسيكال باتوي او الالترناتيف باتوي، لانه سي 3 بي عبارة عن فيري امبورتنت في موضوع الكاسكيد بتاعت الالترناتيف والكلاسيكال باتوي. عندي فيروس اخر زي الميزلز مثلا فيروس او الاتش اي في فيروس هاف بين شون تو ريدوس ليفل اوف كلاس 2 ام اتش سي، يعني ممكن يحصل الفيروس لو كان عندي موجود على مستوى الخليه سواء كانت تي هيلبر سيلز او اذر سيلز او مثلا يكون عندي انتيجن بريزنتنج سيلز، انه بيقلل من عمليه البريزنتيشن لهذا الفيروس على ام اتش سي كلاس 2، وهذا معناته مش هيحصل عندي عمليه اكتيفيشن للتي هيلبر اجينست ذا فيروس. النقطة الثانية هنا الانفلونزا فيروس تايب اي also has mechanism في عملية اللي هو الاسكيب او عملية الافيجن، اللي هي عبارة عن حاجة بسموها antigenic drift و antigenic shift. antigenic drift اللي هي انه بيحصل في عندي mutation، تمام، هذه الميوتيشن عبارة عن point mutation، يعني عبارة ممكن تكون النيوكليوتايدة غيرت لي من الامينو اسيدز الموجودة عندي، تمام، وهذا عملت لي ايش؟ لما يكون عندي امينو اسيد صار فيها عندي هناك تغير من امينو اسيد الى امينو اسيد اخر، معناته تغير في تركيبه البروتين، فمعناته تغير في موضوع البريزنتيشن للبيبتايدز بانه يعطيني بريزنتيشن للبيبتايدز جديده، وهنا عمليه الاسكيب. وهذا الصعيب طرق للنقطه من باب الكورونا فيروس، يعني كما ذكر من خلال فتره الابحاث في خلال الشهر الماضي بذكر انه بالفعل الكورونا فيروس في عنا سترين اسمه سترين اس وسترين ال. سترين اس انه بالفعل هناك في عنا صار تغير من فيروس كورونا سترين اس اللي هو حامل امينو اسيد سيرين، تمام، يتحول الى امينو اسيد ليوسين، تمام. وهذا النقطة في موضوع ليش صار عنا هذا الاتاك الجامد، لانه بالفعل في هذا التغير للامينو اسيد ليوسين اوجد منظومة، تمام، البروتين السبايك بروتين اللي على السيرفس عندنا زود من الافينيتي بتاعت ارتباط سبايك بروتين لمين؟ للريسبتور بتاعت الانجيوتنسين كونفيرتنج انزيم تايب 2 اللي موجود عندي على الاليفيولار سيلز الموجوده عندي، وهذا عمل عمليه افينيتي اكتر، فبيحصل عندي عمليه الاندوسايتوسيس اكتر. وهذا من ضمن الشغلات اللي وجدوها في الكورونا فيروس كمان، لانه الكورونا فيروس واحد من اللي هي من ضمن العائلات بتاعت الانفلونزا الفيروس الموجود هنا. الشغلة الثانية في عنا antigenic shifting. antigenic shifting انه ايش بيصير عندي؟ انه بعض احيان بيحصل انه الخلية ممكن تنصاب بمور دان وان فيروس، وهذا الكلام برضو كمان في هناك كان حديث على موضوع الكورونا، ان الكورونا عبارة عن محصلة منتج لفيروس اجى من الاكيوميليشن او انه الخلية انصابت بمور دان وان فيروس وتكون عندي فيروس جديد بتركيبة ار ان جديدة،
تمام؟ هذا اللي بسموه antigen shifting، اللي هي عبارة reassortment of entire single strand RNA between human and animal virion infected the same cells. يعني في عندي أنا single strand RNA more than one viruses. اوكي، ممكن يكون عندي تقريبا عندي فيروس زي ما احنا شايفين في السلايد، عندنا مثلا انفلونزا فيروس، عندنا سواين فيروس، تمام. التنين شكلوا لي عبارة عن فيروسز، مثلا عندنا هنا اربعة سترينز، هنا هيحصل عندي مثلا يكون عندي عفوا كانوا ثمانية، ممكن يحصل عندي اربعة سترينز شار موجودين عندي على الفيروس الجديد، وهذا اللي بسموه انتيجين انتيجينك شيفتينج، تمام. اذا مره ثانيه الانتيجينيك دريفتنج هي عباره عن بوينت ميوتيشن، ممكن تحصل عندي في الامينو اسيدز بتاعت السيرتين بروتين والخاصيه زي ما ذكرنا في الكورونا فور اكزامبل على السبايك بروتين، او ممكن يحصل عندنا ايش انتيجينيك شيفتنج. انتيجينيك شيفتنج بانه يصير في عندنا اسورتمنت لمور دان انتاير اوف سنجل ستاند ار ان اي فيروسز، وهذا بيحصل عندي وجود فيروس انه بيحتوي على هجين من الار ان ايز اللي ممكن تعمل لي تشكيله، ممكن تكون مور دينجرنس في هذا الموضوع. والكورونا فيروس برضو هناك قول يقال بانه في عندنا هذا الامر حصل للكورونا فيروس. امثله اخرى في موضوع الميكانيزم بتاع الاميون انفيجن، زي ما ذكرنا في موضوع الانفلونزا انه في عندي انتيجينيك فاريشن، طبعا انتيجينيسيتي نتيجه الدريفتنج والشيفت، وفي عندنا ممكن يحصل هذا الكلام في الرينو فيروس في الاتش اي في، تمام. أز والأز ممكن يكون موجود عندي بروتين، بروتين اسمه NS1، وهذا بيعمل عملية inhibition لمين؟ للإنترفيرون induction للإنفكتد سيلز. يعني ممكن يحصل أنه صحيح أجا عندي الإنترفيرون، تمام؟ يكون موجود، لكن هذا الإنترفيرون الفانكشن تاعته سواء كان تاع ألفا، إنترفيرون ألفا أو إنترفيرون بيتا، ما أضطرش أوصل له inhibition كأكشن against the virus من بحيث انه في الاخر ما يحصل عندي عملية synthesis مثلا للام اتش سي class 1 in general. الشغلة الثانية ممكن يحصل عندي وجود فيروس مثلا زي الهيربس سيمبلكس فيروس، ممكن يعمل عملية inhibition كذلك زي ما ذكرنا في السابق بانه يكون عندي بلوك للتاب ترانسبورت بروتين، وكذلك ممكن يكون هناك برودكشن لبروتينز. هذه البروتينز بتشبه الاف سي ريجونز بتاعت الامينوجلوبولين، تمام، او مثلا بحيث انه او مثلا بتشبه عفوا بتشبه اللي هو الريسبتورز بتاعت الاف سي ريجون للاي جي جي، وكذلك الريسبتورز بتاعت الكومبلمنت، تمام. لكن ممكن يحصل انه هذا الهيربس سيمبلكس فيروس، تمام، يعطي هذه البروتينز، والبروتينز هذه على السيرفس تكون عبارة عن لوك لايك الريسبتور بتاعت الاف سي ريجون بتاعت الانتي بودي او مثلا الكومبلمنت، وما يصيرش هناك عملية نوع من السيجنال ترانسدكشن، او ما يصيرش عملية مثلا فاجوسايتوسيس لهذا الفيروس. الشغلة أخرى في هذا الجانب كمان أنه ممكن سيتوميجالو فيروس مع فاكزينا فيروس أو بوكسي فيروس، هذه برضو كمان ممكن تعمل ديجريديشن للأمات سي كلاس 1 موليكولز، أز والأز ممكن تعمل برودكشن لسيارتين هومولوجي للسيتوكاينز الموجودة عندي سواء كان انترلوكين 1 أو انترلوكين أو انترفيرون جاما ريسبتورز، تمام. يعني مثلا تبني ريسبتورز لللوك لايك ريسبتور الحقيقي بتاعت الانترلوكين 1 او الانترفيرون جاما، وما يحصلش هناك عمليه عندما ترتبط فيهم اللي هو السيتوكاينز هذه الموجوده عندي، ما يحصلش عندي عمليه اللي هو نوع من الريسبونس. عندي فيروس اخر برضو ممكن ابستين بار فيروس، برضو ممكن يعمل عمليه برودكشن لسيرتين سيتوكاينز زي الانترلوكين 10، والانترلوكين 10 هذا اللوك لايك هومولوجي للانترلوكين 10، بحيث انه عندما ياتي الانترلوكين 10 ممكن الانترلوكين 10 يعمل عمليه تاثير او اكتيفيشن للبي سيلز، طبعا الانترلوكين 10 ممكن يعمل عمليه اكتيفيشن طبعا اكيد للبي سيلز على اساس نصير عمليه ديفرنشيشن واكتيفيشن، تمام. ممكن يكون عندي هذا يجي از هومولوجي للانترلوكين 10 وما يحصلش عندي عمليه اكتيفيشن ان جنرال للخليه. ممكن يحصل انفكشن مع الاميونوكومبتنت سيلز بخلال الفيروس الاتش اي في، احنا بنعرف الاتش اي في ممكن يصيب التي هيلبر سيل،
تمام ويعملها عمليه باراليسيس، وهذا ممكن يؤدي انه يصير عندي اعاقه للسلم الليفي الاميونيتي. الشغله الاخرى انه ممكن يحصل عندي يعني كما اجر بعض من التجارب، انه جربوا انه السي ام في عملوا انفكشن لدنتريك سيل بالسي ام في، والسي ام في بدوره عمل عمليه باراليسيس لدنتريك سيلز، تمام، بحيث انه الام اتش سي كلاس اكسبريشن والكوستومينتري مولكيول اكسبريشنز تمام ار ريديوست، وهذا طبعا حاول يعيق عمليه الاكتيفيشن بتاعه مين الانتيجن بريزنتنج سيلز، بحيث انها ما تعمل ليش عمليه اكتيفيشن لمين لا التي هيلبر سيلز لما تلتقي معها، معناته ما فيش عندي سكريشن لا انترلوكين 12 اللي هتروح من الانتيجن بريزنتنج سيلز على التي هيلبر، وكذلك مش هيحصل عندي برودكشن للانترلوكين 2 من التي هيلبر سيلز بحيث انها تعمل اكتيفيشن للسيتوكسيك سيلز، او ممكن تعمل اكتيفيشن مثلا للتي هيلبر او لل عفوا بي سيلز. نقطة أخرى هنا في موضوع الاميونيتي للبكتيريا، البكتيريا طبعا احنا نعرف انه في عندنا هيومورال اميونيتي اجينست اكستراسيلولار بكتيريا، وعندنا سيلولار اميونيتي اجينست انتراسيلولار بكتيريا. في الجرام بوزيتيف بكتيريا ان جنرال انه بيحصل عندي هناك ريزيستنس للكومبلمنت اكتيفيتي اجينست، تمام، واغلب الديفنس ميكانيزم هتكون من خلال انتي بودي برودكشن، وجود انتي بودي طبعا ممكن يحصل عمليه البايندينج على البكتيريا ويحصل عمليه الفاجوسايتوسيس من خلال اللي هو انتي بودي ديبندنت فاجوسايتوسيس، او ممكن يحصل عندنا عمليه الاوبزونايزيشن تمام من خلال الاي جي جي، او ممكن يحصل عندنا اي جي اي ام. النقطه الثانيه انه الجرام نيجاتيف بكتيريا عندها لايبوبوليسكارايدز، وهذه اللايبوبوليسكارايدز كان ميك اكتيفيشن فور اكزامبل للكومبلمنت الترناتيف باتوي، ممكن يحصل عمليه اتاك لهذه الخلايا البكتيريه الجرام نيجاتيف بكتيريا. كذلك في عندنا وجود طبعا ما دام في عندي كومبلمنت كاسكيد هيشتغل عندي، لابد يحصل عندي برودكشن لسيرتين انافيلاتوكسين زي C3A C5A، تمام، وبدورها طبعا هتساهم في عمليه الاميون ريسبونس اجينست ذا بكتيريا. هنا مثال توضيحي ايش اللي بيحصل عندي في موضوع البكتيريا الانفكشن، تمام، انه لابد يكون عندي نيوتراليزيشن مع البكتيريا التوكسينز اذا كان التوكسين، او ممكن يحصل عمليه الكومبلمنت اكتيفيشن، تمام، او ممكن يحصل عندي انتي بودي اند كومبلمنت اكتيفيشن، وكذلك هيحصل عمليه اكتيفيشن للكومبلمنت كاسكيد اساسيه مع عمليه لايسيس، وهيطلع عندي الانافيلاتوكسينز اللي هيساعد في عمليه الماسل ديجرانيوليشن، وبعض من الريليز هتصير عندي ريليزنج بعض من الميدييترز اللي هتساعد في عمليه الكيموتاكتيك للنيوتروفيل والماكروفيل، يحصل عمليه الاتاك لهذه البكتيريا. طبعا الانترسيلولار بكتيريا زي ما احنا عارفين انترسيلولار بكتيريا متعرف يعني وكان مثلا ما حكى كفيروس انه في عندنا سيل ميديت اميونيتي، ممكن يحصل عندي دري تايب هايبر سنسيتيفيتي زي ما يحصل عندي مثلا زي انفكشن بكتيريا مايكو بكتيريا توبر كولوسيس. الانترفيرون جاما ممكن يعمل اكتيفيشن للماكروفيج طبعا، وبدور الماكروفيج ممكن تعمل عمليه الفاجوسايتوسيس بروسيس تيومر نكروسيس فاكتور اولسو الفا، تمام، بيساعد في عمليه الاكتيفيشن للماكروفاج فتريجرنج انفلاماتوري بروسيس. في كمان عندي ميكانيزم كذلك للميون فيجن بتاعه البكتيريا، وهناك عده طرق في هذا الامر، من ضمنهم عمليه الكابسوليشن بروسيس. يعني في عندنا كابسولار بكتيريا، البكتيريا اللي عندها كابسولز طبعا ممكن تكون عباره عن انهبيشن، تعمل عمليه انهبيشن لعمليه الفاجوسايتوسيس بروسيس، يعني سام كابسولز كان انترفير كذلك with the complement system. إذن في عنا bacteria with capsule polysaccharide can make resistance للفاجوسيتوسيس as well as للcomplement activation في هذا الأمر، لأنه بيحصل في عنا بعض من أنواع البكتيريا gram positive bacteria وكذا gram negative bacteria contain silic acid residue that inhibit complement activation by the alternative pathway، يعني بتعمل زي shedding by silic acid، وهذا بيمنع عملية الكومبلمنت اكتيفيشن على هذه البكتيريا.
ممكن بعض البكتيريا نوع تاني تعمل توكسينز. هذه التوكسينز طبعا بدورها انها ممكن تعمل عملية ابوبتوسيس للماكروفيج زي باسيلس انتراكس، تمام، او ممكن تقتل عندي اللي هي بوليمورف نيوكليار ليمفوسايتس او ليكوسايتس. في هنا هيموفيلس انفلونزا مثلا تعمل عملية برودكشن للجلايكوسيديز انزيمز ذات ميك التريشن فور السيرفيس لايبوبوليسكرايتس، تمام، وهنا بغير في الانتيجينيسيتي بتاعته. بعض الاحيان بكتيريا بتكون عندها سوبر انتيجين، والسوبر انتيجين طبعا نعرف احنا ممكن يعمل عمليه اكتيفيشن او هايبر اكتيفيشن للتي سيلز، وممكن يصير في عندنا كم من هذه الخلايا يصير لها ابوبتوسس. بعض الاحيان ممكن يحصل عندي عمليه انتيجينيك فاريشن زي مثلا الستريبتوكوكس نموني، في عندنا a lot of serotypes a lot of strains with different antigenicity، تمام، وهذا ممكن يحاول يعمل عمليه evasion للاميون ريسبونس. بعض انواع البكتيريا كمان انتراسيلول بكتيريا سرفايف انسايد فاجوسيتك سيلز، مايكوبكتيريا من الليستيريا، مايكوبكتيريوم توبركلوزس، تمام، لهم علاقه في موضوع السبريشن للكالسيوم سيجنالينج، تمام، وهذا بيحبط موضوع الفاجوسوم لايسوسوم بايندينج فيوجن، تمام، وهذا حيحصل عندنا انه مش حيحصل عندنا هنا عملية اللي هو البروسس بتاعت الكيلينج للبكتيريا انسايد ده فاجوسوم. اذر بكتيريا زي اليرسينيا برضو ممكن تعمل برودكشن لانتي فاجوسيتك بروتينز فاكتورز، اوكي، تمام، وهذا بدوره الفاكتورز بيعمل عملية اللي هو ديفوسفوريليشن لبروتين اسمه كاس بروتين، وهذا هيعيق اللي هو عبارة عن ادهيجن بروتين، عملية الادهيجن بتاع الفاجوسوم مع اللايسوسوم، فهيطول من وجود البكتيريا في داخل الخلية ومش هيصير لعملية الكيلينج. مثال اخر انه في عنا بكتيريا زي النيسيريا ممكن تعمل ديستراكشن للاي جي اي من خلال انزيم بروتيز انزيم. بعض الاحيان في عنا بكتيريا اخرى زي الستريبتوكوكس بايوجينيز كان ميك برودكشن للبيبتايديز انزيم ذات كان كليف ذا سي 5 اي از انافيلاتوكسين. بعض بكتيريا زي الجونوكوكساي بكتيريا ممكن تعمل عملية اللي هو وجود a lot of antigenic distinct بلين مولكولز، تمام، وبيعمل عملية alteration لهذه البلين antigens، تمام، وهيك بصير عندنا نوع من الفيدنج للاميون ريسبونس في هذا الجين. النقطة الثانية هنا في موضوع الباراسايت. طبعا الباراسايت ممكن يحصل انه الباراسايت يصير هناك كومبلمنت اكتيفيشن على الباراسايت، اوكي، وحيحصل عندنا كذلك هيومورال اميونيتي للاجينست باراسايت، وكذلك سيلولار اميونيتي ممكن يحصل عندنا اذا كان عندي الباراسايت انترسيلولار زي الليشمانيا والتوكسو بلاسموسيس. طبعا الايزونوفيل هنا طب نعرف احنا في حاله باراسيتك انفكشن، الباراسيتك انفكشن الايزونوفيل بتزيد الماسلز، طبعا بتزيد لانه في عندي برودكشن لسيرتن سايتوكاينز بشكل اكبر من انترلوكين 4 وانترلوكين 5، تمام، في حاله ما يكون عندي هيومنت انفكشن، وهذا بيعني انه يزود عندي من الاي جي اي برودكشن، تمام، في هذا الموضوع، ويحصل عندنا عمليه الديفنس ميكانيزم من خلال اي دي سي سي انتي بادي ديبندنت سيل سايتو توكسيسيتي. هذا الكلام ممكن يحصل. الشغله الثانيه في هذا الجانب بعض الاحيان ممكن تكون الايزونوفيلز موجوده عندي طبعا، وهتكون موجوده تعمل عمليه الكيلينج بروسيس بتاعتها من خلال قلنا اي دي سي سي، بتعمل عمليه برودكشن لبروتين اسمه بيزك بروتين، تمام، بيخرج عندي من الايزونوفيل، وهذا بيكون مور توكسيك للهيلمنتس than other enzymes that can be produced from the phagocytic cells with neutrophils. Yeah, more than more effective than oxygen intermediates بشكل او باخر. نقطة اخيرة في هذه السلايز طبعا هنا التوضيح للادلت وورم. طبعا زي ما شفت هنا انتي بودي اتاك بيحصل هنا، طبعا موجود الانتي بودي ان جنرال في هذا الموضوع، كيف صار عندي انتي بودي للورم واحنا ما صارش ان عمليه البرزنتيشن للورم. اللي بيحصل ان هناك كما يقال بانه بيصير عندنا نوع من الدي اتاشمنت لسيرتن انتيجنز من هذا الورم،
وبتاخدها خلايا الماكروفيج او خلايا الانتيجين بريزنتنج سيلز كدندريك سيل، وبتعملها بريزنتيشن لان يحصل عمليه الاكتيفيشن للتي هيلبر وبولاريزيشن تو بي تي هيلبر 2، وكذلك حيحصل عند اكتيفيشن لمين لا بعدها للبي سيلز، وبيعمل برودكشن للانتي بادي هنا بحيث انه يحصل عندي اتاك زي ما احنا شايفين هنا انتي بادي، ومن خلال الانتي بادي بيصير عندي اللي هو انتي بادي ديبندنت سيل سايت توكسيسيتي من خلال اللي هي عمليه الاكيوميليشن للنيوتروفيل ماكروفيج النيوتروفيل ايزينوفيل حوالين هذه الورم، وبيحصل عمليه الكيلينج بروسيس، وكذلك ممكن يحصل عمليه الاكتيفيشن للكومبلمنت بيطلع عندي انا في التوكسينز يعني التوكسين بدورها تعمل لي اكتيفيشن للماس سيلز، وبيزود لي كذلك هذه المونيكولز اللي هتطلع عندي من الماس سيلز تعمل لي انكريز بيرميابيليتي او ذا بلاد فيزلز مما يستدعي الاميون سيلز في عمليه الاتاك. ميكانيزم للباراسايت في موضوع الفيجن، طبعا في عنا انتيجينيك فاريشن تمام، انه بيحصل في عنا انتيجينيك فاريشن بحيث انه هذه الانتيجينز تعمل عمليه ريزيستنس او بصير في عنا نوع من الشيدنج خلينا نسميه حوالين هذه الباراسايت، بحيث انه ممكن يعمل عمليه انهبيشن او ريزيستنس للكومبلمنت او للتوكسيك سيلز، او يحصل عندنا عمليه اللي هو انتيجين فاريشن في افري جينيريشن اللي بيحصل عندنا بالتريبانوسوما تمام، او كذلك ممكن يحصل عندنا شيستوسوما انفكشن بتعمل نوع من الليمفاتيك اوبستراكشن تريبانوسوما كون انت ميبا كذلك ممكن تعمل انتيجين شيدين حواليها. اميونيتي الى الفانجس انيت اميونيتي هيومر الاميونيتي وسيل ميديت اميونيتي also are important في عملية الـ protection against the virus تمام، انه بيحصل عنا عملية يعني خاصة الموضوع الـ infection بتاعت الـ virus صحيح، بيحصل عندي عملية activation للـ T helper 17 والـ T helper 17 طبعا كما يقال بتعمل عملية activation للـ neutrophils بحيث انه الـ neutrophil ممكن تعمل عملية attack من خلال عملية الـ phagocytosis process للـ fungus، ومن خلال عملية production لا فانجي سيدا سبستانسز زي الاكسجين راديكالز الرياكتيف اوكسجين انترميدس راديكالز او عندي لايسوزومال انزيم اجينست بكتيريا. سم فيروسز كان اسكيب او سيرفايف انسايد الماكروفيج باي انترفيرنس وذ اسيديفيكيشن، لانه من ضمن الشغلات في لما في عندي انتراسيلولار فانجل عمليه الاسيديفيكيشن هي عمليه مهمه على اساس يحصل عمليه فيوجن بين الفاجوسوم واللايسوزوم تمام، لما انت بتعمل انترفيرنس من الاسيديفيكيشن ممكن يعيق عمليه اللي هو الفيوجن بتاعت الفاجوسوم مع اللايسوسوم. كمان في عنا مثال اخر للكريبتوكوكس نيوفورمانس كذلك بيحصل عمليه شيدنج، ممكن تعمل شيدنج للكابسولر بوليسكارايد تمام، وهذا الكابسول البوليسكارايد كان انترفير ويد انفلاماتوري بروسيس بشكل او باخر. ممكن كذلك لو كانت عندنا هذه الكريبتوكوكس نيوفورمانس ممكن تعمل عمليه اللي هو ايش تعمل عمليه سابريشن لا تيومر نيكروسيس فاكتور تيومر نيكروسيس فاكتور وكذلك الانترلوكين 12 تعمل عمليه انهبيشن باي مايكرو فيجز تمام، وهذا كمان هيعمل عمليه ستيموليشن للانترلوكين 10 والانترلوكين 10 طبعا بدوره ممكن يعمل انهبيشن للانتيجين برزنتنج سيلز او للتي هيلبر سيلز از ويل، وكذلك ممكن الانترلوكين تعمل انهبيشن كذلك للماكروفيجز. بهذا بيكون انتهينا من هذا